قررت اللجنة العليا للصحة والسلام الوطني عدم فرض حظر التجوال الشامل خلال الأيام المقبلة، مبينة أن أوقات الحظر الجزئي ستكون من 7 مساء إلى 6 صباحا. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق، مبينة أنه تم فحص 11172 نموذج في عموم البلاد، وتم تسجيل 1749 إصابة يقابلها شفاء 1852 حالة ووفاة 83 حالة.